متزوج يا أخ؟ متجوز مرة. غريب يعني في ناس تتجوز زلمة؟ معلوم جارتنا متجوز زلمة. قلت لي متجوز ها؟ نعم. قلت لي متجوز ها؟ لا يا سيدي نطلق. أول واحد اتجوزتها ما جابتش ولاد طلقتها. الثانية ما جابتش ولاد طلقتها. والثالثة؟ خدتها بولادها. يا ترى أنت ما بتدخن زي ابنك؟ أنا أي نعم بدخن. شنو دخانك؟ والله مش شرط، حسب ما بدخنوا أصحابي بدخن. بس بعدين والله يا حضرة المذيع صرت ضايق لما أشتغل يعني وأدخن، صار صدري يتعب وما أعرفش أشتغل، بعدين تركته. تركت الدخان؟ لا تركت الشغل.